بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله. يقول الشيخ عبد الغني الغنيم الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. باب زكاة الإبل. إلى هنا وصلنا. الله. قال: بدأ بزكاة المواشي وبالإبل منها، يعني وبدأ بالإبل من المواشي اقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسنذكر أو سيأتي معنا حديث أنس عند البخاري أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعنا به كتب له لأنس، كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله بها. فبدأ الصديق رضي الله تعالى عنه بكتابة نصاب الإبل، نصاب الإبل. لذلك الفقهاء يبدأون بذكر نصاب الإبل اقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ليس في أقل من خمس، بالتنوين، وذود من الإبل بدل منه. يعني يصح أن نقول أو تقرأ هذه العبارة على وجهين. يصح أن تقول: ليس في أقل من خمس ذود من الإبل، خمس ذود من الإبل. ويصح أن تقرأها: ليس في أقل من خمس، بالتنوين، ذود من الإبل. الفرق بينهما، أول شيء أحبابنا، الذود كما سيقول سيذكر الشيخ الآن أو لا يذكر، سيذكر الشيخ أن الذود من الإبل هو من الثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة. الشيخ الغنيمي رحمه الله الذي ذكره قال: الذود من الثلاثة إلى التسع. ولكن في عامة الكتب الفقه كلهم قالوا الذود من الثلاثة إلى العشرة، باستثناء صاحب الدراية شرح الهداية قال الذود من الثلاثة إلى العشرة، وقيل من الثلاثة إلى التسع، إلى التسع. وأظن في الجوهرة النيرة كذلك، نعم، صاحب الجوهرة الشيخ الحدادي كذلك قال الذود من الثلاثة إلى التسع. فيكون إذا الذود فيه قولان، بعضهم قال من ثلاثة إلى عشرة وهذا ما عليه الأكثر عامة كتب الفقه، وبعضهم قال، منهم الشيخ الحدادي في شرح الجوهرة، وقال الشيخ صاحب الدراية وقيل بأنه من ثلاثة إلى تسعة. فالمهم الذود عدد، كما تقول، كما تقول في الرهط، الرهط كذلك عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة. تقول مثلا، طبعا في خلاف، منهم من قال الرهط من سبعة إلى عشرة، وما دون السبعة نفر. تقول: جاءني نفر، يعني من ثلاثة إلى ستة، جاءني رهط، يعني من سبعة إلى عشرة. منهم من قال: لا، الرهط من ثلاثة إلى عشرة. كذلك خلاف بين أئمة اللغة. فعندما أقول ليس في أقل من ذود من الإبل، يعني ليس في أقل من عدد الذود، قلنا من إيش؟ من ثلاثة إلى عشرة. فيكون هذا العدد فيه إبهام، فنقول
والفنقول ليس في أقل من خمس أو من خمس ذود، من خمس ذود. فإذا أضفناها تكون هذا من إضافة كما يقول الشيخ الآن ما ذكر، من إضافة العدد إلى تمييزه، من إضافة العدد إلى التمييز. أما إذا قلنا ليس في أقل من خمس بالتنوين يكون الذود ذود من الإبل بدل، كما قال الشيخ الغنيمي، قال ليس في أقل من خمس بالتنوين وذود من الإبل بدل منه. ويقال يعني ويجوز أن يقال خمس ذود بالإضافة، وقلنا يكون من إضافة العدد إلى تمييزه، كما في قوله تعالى تسعة راهط، وهو أي الذود من الإبل، الذود من الإبل من الثلاث إلى التسع. إذا الذود خاص بماذا؟ بالإبل فقط. الله، وهو من الإبل من الثلاث إلى التسع، ليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة، يعني زكاة، كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، إنما تصرف الزكاة للفقراء. سميت الزكاة صدقة، فهو الأصل كلمة صدقة تطلق كلفظ عام يشمل النافلة والفرض. سمي الإنفاق في سبيل الله صدقة، لما؟ قال لأن الرجل يطلب من نفسه الصدق في إخراج ما ينفق، لأن المنفق أيا كان هذا الإنفاق أيا كان نوعه يطلب من نفسه الصدق في إخراجه، لذلك سمي صدقة. قال فإذا بلغت خمسا سائمة، بلغت الإبل يعني خمسا سائمة، ما هي السائمة؟ قال وهي المكتفية بالرعي المباح، يعني لا يدفع مالا مقابله، وهي المكتفية بالرعي المباح أكثر العام، أكثر العام يعني سبع شهور فما فوق، سبع شهور فما فوق بقصد الدر. إذا المكتفية بالرعي بقصد ماذا؟ بقصد الدر، يعني هو يرعاها، يربيها ويرعاها من أجل أن يستفيد من حليبها، واضح؟ والنسل تتوالد كذلك فيستفيد منها من حليبها ومن نسلها. فهذه الإبل إذا كانت سائمة بهذا القصد، بقصد النسل والدر، وجب فيها الزكاة. أما إذا كانت سائمة بقصد التجارة، بقصد التجارة أو بقصد الحمل عليها أو بقصد ركوبها فلا زكاة عليها، واضح؟ إذن الإبل السائمة متى يجب فيها الزكاة؟ إذا كانت بقصد الدر والنسل. أما إذا كانت بقصد الحمل والركوب والتجارة فلا زكاة، فلا تنتبه لا زكاة فيها لكونها سائمة. أما لو كانت التجارة لها فيها زكاة العروض التجارية، واضح؟ نعم. الدر حليب، قلنا الاستفادة من حليبها، يستفيدون يعني يأخذ حليبها ويبيعه، هو يعني من المتعذر أن يستهلك الحليب كله، إما أن يحوله إلى جبن أو إلى قشطة أو إلى آخره، له استخدامات كثيرة ويبيعه. أما لو علفها نصف الحول، نصف الحول علفها أو أكثر الحول، تكون عندها علوفة، فإذا كانت علوفة لا يجب فيها شيء، لا يجب فيها شيء. قال فإذا بلغت خمسا سائمة وحال عليها الحول، الحول يعني السنة، الحول أو العام،
في فرق بين عام وسنة. السنة تطلق ويراد بها تطلق على الجدب والقحط والبلاء. لما دعا ربنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على قريش قال الله اجعلها عليهم سنينا كسني يوسف، أيام قحط وجدب. هنا والقرآن قال ثم يجيء عام فيه يغاث الناس، فالعام عام يطلق على الخير. يقال كم عمرك؟ تقول 20 عاما وليس 20 سنة. هنا الله قال فإذا بلغت 5 سائمة وهي المكتفية بالرعي المباح أكثر العام بقصد الدر والنسل. إذا فلو علفها أكثر العام أو 6 شهور ماذا تكون؟ علوفة، والعلوفة لا زكاة فيها. قال وحال عليها الحول، قلنا حال الحول هو العام يعني، ففيها شاة كل 5 من الإبل فيها، هو عند الآن هو عنده الآن 5 وحال الحول عليها ففيها شاة. قال ثني ذكر أو أنثى، قال ذكر أو أنثى أنه سيأتي معنا بعد قليل عندما ينتقل النصار إلى عين الإبل، إلى عين الإبل، فإذا تعلق الحق في عين الإبل لا يصح إلا الأنثى، بالإبل فقط لا يصح إلا الأنثى. أما لما تعلق بغير الإبل كل 5 فيها شاة قال يعطي ذكرا كان أو أنثى لا فرق، لأنه في الأغنام والبقر لا مزية للأنثى فيه على الذكر، بالعكس ربما يفر الناس من الأنثى لا سيما أثناء الذبح، لأن لحم الذكر أطيب من لحم الأنثى عند كثيرين، عند كثيرين، فلا فرق بينهما. أما بالنسبة للإبل فالنوق الإبل الأنثى هي أزكى وأطيب وأفضل من الذكر، لذلك لما يتعلق الحق والواجب في عين الإبل لا يقبل إلا الأنثى. فهنا قال ففيها شاة ثني ذكر أو أنثى، قال والثني من الغنم ما تم له حول، تم له عام كامل. قال ولا يجوز الجذع في الزكاة، الجذع يعني من الضأن. ما هو الجذع؟ هو ما أتى عليه أكثر السنة، يعني 8 أشهر 9 أشهر هكذا، أتى عليه أكثر السنة. انتبه، أتى عليه أكثر السنة وحجمه حجم الثاني، يعني الثاني مثلا وزنه 40 كيلو مثلا، هذا الجذع عمره 8 أشهر ووزنه 35-37 كيلو، هذا يصح أنه قارب الثني. فقال ولا يجوز الجذع في الزكاة، أما في غير الزكاة سيأتي معنا أنه يصح. الله، يعني في الأضحية مثلا الجذع في الأضحية يصح، وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية، هذا في الأضحية، هذا في الأضحية. نعم الله. على كل قال ولا يجوز الجذع في الزكاة. طبعا هناك فرق، معلش للفائدة بين قوسين، هناك فرق في تفسير الجذع والثني بين الفقهاء وبين أهل اللغة. فأهل اللغة يقولون الجذع هو ما تمت له سنة وطعن في الثانية، هذا عند أهل اللغة، والثني ما تمت له سنتان ودخل في الثالثة. أما عند الفقهاء الجذع
هو ما أتى عليه أكثر الحول كما ما ذكرنا قبل قليل، والثني من الغنم ما تم له حول. إذا قال ولا يجوز الجذع في الزكاة، هذا قول من؟ هذا قول سيد أبي حنيفة رحمه الله. هناك رواية ثانية عن أبي حنيفة، هي رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهو قول الصاحبين، وهو قول الصاحبين أنه يؤخذ الجذع، يؤخذ الجذع في الزكاة. إذن عندنا الآن روايتان، الشيخ ما ذكر رواية أبي الصاحبين ورواية الثانية عن أبي حنيفة. ذكرت هذا الكلام لأن صاحب الفتح الشيخ الكمال بن الهمام رحمه الله قال يجب ترجيح غير ظاهر الرواية. قول أبي حنيفة رحمه الله هو ظاهر الرواية، قال الشيخ الكمال بن الهمام في الفتح قال يجب ترجيح غير ظاهر الرواية، يعني رواية الحسن عن أبي حنيفة التي هي قول الصاحبين. قول لما يجب ترجيحها؟ قال لأن الدليل يقويها. وذكرت أظن لكم سابقا أن المفتى به في المذهب غالبا على الإطلاق بشكل كامل أو عام أو أغلبي هو قول سيدي أبي حنيفة رحمه الله، ويرجح قول الصاحبين، يرجح قول الصاحبين لقوة دليلهما، وكثير من الفقهاء شرط أن يكون هناك رواية عن أبي حنيفة تماثل رواية الصاحبين. فالآن هذه الشروط التي تقوي الفتوى بقول الصاحبين موجودة، أول شيء رواية الحسن عن أبي حنيفة، شيء ثاني الأحاديث الدالة على ذلك. فأدى ذلك قال كمال بن همام يجب أو ينبغي ترجيح رواية غير ظاهر الرواية وهو قول الصاحبين. لكن الذي جزم به غير كما جزم به صاحب البحر، وصاحب البحر متأخر عن الكمال، جاء بعده وينقل عنه في كتابه، الذي جزم فيه في البحر أن المفتى به هو قول الإمام، هو قول الإمام. ثم قال ويجوز في الأضحية، يجوز يعني يجوز الجذع في الأضحية، أما في الزكاة قول أبي حنيفة لا يجوز، أما في الأضحية فيجوز. إنها وجاء في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الصحابة الكرام رضي الله عليهم كانوا أصحاب غنم، أصحاب إبل، فكان هذا متيسرا بين يديهم، فربما لا يوجد عند واحد منهم مسنة أو ثني فيضطروا إلى ذبح الجذع. أما نحن الآن أو عندنا في الشام مثلا أو أهل المدينة أهل المدن هذه الأشياء غير موجودة، إنما يشتري، إنما يشتري، فإذا أراد أن يشتري يشتري الجذع أم المسنة أو الثني، يشتري الثني. واضح الكلام أحبابنا؟ فأبو حنيفة رحمه الله قال هذا الحديث خاص بالأضحية فلا يتعدى إلى الزكاة. إذا خمس من الإبل يوجب إيش؟ شاه. إلى تسعين، ستة سبعة ثمانية تسعة يجب عليه أن يخرج شاة واحدة. فإذا كانت الإبل السائمة عشرة من الإبل ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا كانت خمس عشرة فيها ثلاث شياه، إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه، إلى أربع وعشرين فإذا كانت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض، فيها بنت مخاض، بنت مخاض يعني من الإبل، أيوة بنت مخاض من الإبل. الآن تعلق الواجب بعين الإبل فلا يصح إلا الأنثى. قال وهي إذا قال بنت مخاض، ما قال ابن مخاض أو ابن مخاض، قال بنت مخاض، وهي
التي طعنت في السنة الثانية، يعني مولود عمره أو دخل في السنة الثانية. لما سميت بنت مخاء؟ بنت مخاء، قال سميت بنت مخاء، بنت يعني أمها هي المخاء، أمها هي المخاء، لأن أمها صارت حاملا مخاضا في أنثى في ولد غيرها، صارت مخاضا يعني حاملا في غيرها. لما يبلغ سنة الولد الإبل تصبح الأم مهيئة بأن تحمل غيره، أن العدو يصاب بالفطام، يصاب بأن يفطم، بعد ذلك تصبح مهيئة للحمل فتحمل غيره، فيدخل هو في الثانية وتصبح أمه مخاضا. لذلك سمي هذه البنت التي دخلت في الثانية بنت مخاض. قال فإذا كانت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإذا كانت 36 ففيها بنت لبون، بنت لبون، وهي التي طعنت في الثالثة، يعني في السنة الثالثة. لماذا سميت بنت لبون؟ كذلك لأن أمها هي اللبون، أمها هي البنت وأمها لبون. قال لأن أمها تكون قد ولدت الولد الثاني وأصبحت ذات لبن، إذا صارت بنت لبون، أمها لبون ذات لبن ترضع المولود الجديد. فإذا كان 36 ففيها بنت لبون، وهي التي طعنت في الثالثة إلى 45. إذن الخمس للخمسة وعشرين، الأربع وعشرين شياء، من الخمسة وعشرين للستة وثلاثين ماذا عندنا؟ بنت مخاض. من الستة وثلاثين إلى ستة وأربعين بنت لبون، بنت لبون. قال فإذا كانت ستة وأربعين ففيها حقة بكسر الحاء، حقة، وهي التي طعنت في السنة الرابعة، طعنت دخلت في السنة الرابعة. إذا أنت إذا كان عندك 46 رأس من الإبل تخرج إبلا أنثى حقة عمرها يعني كم سنة، دخلت في السنة الرابعة أنثى. لما سميت حقة حقة؟ قال قبل ما تطعن في السنة الرابعة هذه لا تركب ولا يحمل عليها شيء، فإذا طعنت في الرابعة حق لها أن تركب، صار الآن تكرم بأن تركب، صار تستخدم تستعمل، وإلا قبل ذلك تهلك، ما تستطيع، عاجز عن الحمل والركوب هنا. لذلك سميات حقة. قال فإذا كان 46 ففيها حقة، وهي التي طعنت في الرابعة إلى 60، إلى أن يصير عنده 60 من الإبل. فإذا كانت 61 ففيها جذعة، وهي التي طعنت في السنة في الخامسة، طعنت في السنة الخامسة. فإذا كانت 61 ففيها جذعة، وهي التي طعنت في الخامسة. إلى 75 سميت جذعة، قال الفقهاء لمعنى يتعلق بأسنانها يعرفه أرباب الإبل، أصحاب الإبل، يعني هم ينظرون إلى أسنانها فيعرفون أنها جذعة من خلال أسنانها، لا يعرف ذلك إلا أصحاب الإبل، أما الذي لا يتعامل مع الإبل لا يعرف شيئا عنها. إذا سميت جذعة قلنا، قال الفقهاء لمعنى في أسنانها يعرفه أرباب أصحاب ملاك الإبل. قال فإذا كان 76 ففيها بنتا لبون، بنتا لبون، بنت اللبون كم عمرها؟ طعنت في السنة الثالثة، طعنت في السنة، أيوة طعنت في السنة الثالثة. فإذا كانت 76 ففيها بنتا لبون إلى 90. فإذا كانت 91 ففيها حقتان
وهي التي دخلت في السنة طعنت في السنة الرابعة ففيها حقتان إلى 120. بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما قال بهذا اشتهرت كأنه يريد أن يقول الشيخ يعني كأن هذا متفق عليه بين الفقهاء، يعني هذه كتب كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبها الصحابة الكرام من بعده. الله. قال أعيد فأؤكد أحبابنا، بالنسبة للإبل لا يصح أن يخرج منها إلا الإناث، إلا الإناث. فإن فقد الإناث ماذا يفعل؟ عنده ذكور، ماذا يفعل؟ ما عنده إناث، ما عنده بنت لموت. قال تقدر قيمتها ويخرجها. عندنا عند الحنفية تقدر قيمتها كم ثمنها؟ ثمنها مثلا 20 درهم، 30 درهما، يخرج 30 درهما. أما الذكر لا يخرج. الله. ثم إذا زادت على ذلك، زادت الإبل على 120، تستأنف الفريضة، تستأنف الفريضة. أين؟ الله. فلما قال تستأنف الفريضة معنى ذلك أنه لا يجب عليه أن يخرج شيئا بعد 120 حتى يصبح لديه 5 زائدة، يعني إلى 130. 25 إلى 125، 120 عفوا إلى 125. قال تستأنف الفريضة، تستأنف الفريضة. فإذا صار عنده 25 بالإضافة إلى 120، 120 كم الواجب فيها؟ حقتان. صار عنده الآن 5 من الإبل يجب فيها شاة، فيخرج إذا حقتين وشاة، يخرج حقتين وشاة. قال ثم إذا زادت على ذلك استأنف الفريضة فيكون في 5 شاة مع الحقتين، وفي 10 شاتان مع الحقتين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي 10 شاتان يعني كما قلنا مع الحقتين. كيف هذا في 5 شاتات مع الحقتين؟ إن كان عدده يعني إذا كان عدده 120 ماذا يجب عليه؟ حقتان. طيب الآن صار عنده 125، هذه 5 يخرج شاة، و 120 حقتين، فصار الواجب حقتين وشاة. قال فيكون في 5 شاة مع الحقتين، وفي 10 شاتان يعني مع الحقتين، وفي 15 يعني 135، تمام؟ وفي 15 3 شياة يعني مع الحقتين، وفي 20 صار الآن 140، 4 شياة مع الحقتين، وفي 25 بنت مخاض، يعني صار عندنا الآن حقتان وبنت مخاض، 120 حقتان و 25 بنت مخاض. قالوا في 20 4 شياة، وفي 25 بنت مخاض مع الحقتين، إلى 150 فيكون فيها 3 حقاق، 150 يكون فيها 3 حقاق. ثم إذا زادت على 150، أنا ما كنت أتوقع سبحان الله إنسان عنده 150 راس من الإبل، إلى أن رأيت من شهرين تقريبا مقطع فيديو شخص عنده ما شاء الله آلاف من رؤوس الإبل. الله أكبر، سيول من الإبل واقف هو هكذا مع أولاده وينظر إلى الإبل تمشي تمر من أمامه. الله أكبر، الله أكبر. يعني لما وضع الكاميرا على وجهه ترى في وجهه الأنفة، عنده هذه الرؤوس كثيرة، أعداد ضخمة جدا ما شاء الله، بسم الله.
نعم. كل دي في السوائم يا ولد. كل ده في السوائم. هذا كله في السائمة طبعا، إذا كانت علوفة لا شيء فيها. إذا كانت علوفة لا شيء فيها. يعني هذا الرجل الذي عنده هذه أعداد الضخمة كم كيف يقوم برعايتها؟ يحتاج إلى موظفين. الله أكبر. يا رب. اللهم لا تجعل من إياك فرحمة الله يا رب. ولا مولاك عنك. شغلنا بطاعتك يا رب. الله. ثم إذا زادت على 150 يعني تستأنف الفريضة أيضا. ففي الخمس شاة يعني 150 الآن ثلاث حقاب، 155 ثلاث حقاب وشاة. واضح؟ تمام؟ إن شاء الله. ثم إذا زادت تستأنف الفريضة أيضا. ففي خمس شاة مع ثلاث حقاق، وفي العشر شاتان يعني مع ثلاث حقاق، وفي خمس عشرة ثلاث شياه يعني مع ثلاث حقاق، وفي عشرين أربع شياه يعني مع ثلاث حقاق، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، بنت مخاض الآمنة الإبل مع ثلاث حقاق، وفي ست وثلاثين بنت لبون يعني مع ثلاث حقاق. فإذا بلغت 196 ففيها أربع حقاق إلى 200 إلى أن يصير عنده 200، ثم تستأنف الفريضة أبدا دائما هكذا. تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف في الخمسين التي بعد 150 حتى يجب في كل 50 حقة. المراد هنا بالخمسين، المراد بالخمسين يعني من 46 إلى 50. المراد ثم قال حتى يجب في كل 50 يعني من 46 47 48 49 50. فإذا كان 46 يجب فيها الحقة وليس التمام إلى 50. واضح الكلام أحبابنا؟ الله. هل الشيخ ماذا قال؟ قال ثم تستأنف الفريضة أيضا كما تستأنف في 50 التي بعد 150. لما قيد بقوله بعد 150؟ احترازا عن الاستئناف الذي ذكره بعد 120. فذاك الذي الاستئناف الذي بعد 120 ليس فيه، افتح الباب في أحد فالاستئناف الذي بعد 120 ليس فيه إيجاب بنت لبون، ليس فيه إيجاب بنت لبون ولا إيجاب فيه أربع حقاق. واضح الكلام؟ أنت الآن عندما تقارن بين الاستئناف الذي ذكره قبل قليل بعد 120 والاستئناف الذي ذكره بعد 150 تجد أن في الاستئناف هناك لا يوجد عندنا بنت لبون ولا يوجد كذلك حقة. واضح أحبابنا؟ ارجع البيت اكتب هذه عندك الأرقام كلها بين يديك، أرقام سجلها وقارن بينها تجد الفرق. الله. واضح الأمور أحبابنا؟ في حاجة دكتور؟ ظن واضح الأمور إن شاء الله. إن شاء الله. لا ويجوز أستاذ ممكن يعني. ما الذي أشكل عليك أنت؟ يعني نصف شيء يعني ما فهمت. ما فهمت شيئا؟ لا نصف يعني. أي نصف؟ هو أخبرني. يعني لو يكون أفضل يعني لو نحن. أنت أخبرني أنا. تمن في قلم؟ ويحتاج الأمر إلى قلم. الله انظر تعالى في داخل خارج السبورة تعلم. ما في قلم. أهو يكتب هذا ويمحب. يمسح. شغل طيب. يعني من أين أنت لم تفهم يا شيخ؟ من البداية. من البداية؟ أظهر الله لك. طيب.
نعيد من البداية. طيب لا بأس، لا نعيد من البداية. طيب اللهم صل على سيدنا رسول الله. طيب اكتب شيخنا، اكتب عندك خمسة شاب، اكتب خمس خط هكذا شاب، خمسة العدد لا لا خمسة اكتب خط واحد خمس اكتب دويرة يعني هكذا، عشرة اثنين اكتب عشرة اثنين، خمسة عشر ثلاثة عشرين أربعة، خمسة وعشرين بنت مخاض، بنت مخاض خمسة وعشرين بنت مخاض، بعد ذلك ست وثلاثون بنت لبون، إحدى وستين، واحد وستين اكتب، واحد وستين جذع، ستة وسبعين بنت لبون، ستة وسبعين بنت لبون، إحدى وتسعين، واحد وتسعين اثنين حقة، لا ما بخلق بشكل أنت صافي عبد الله، ستة وثلاثين ستة وثلاثين كذا هذا خطأ، ستة وثلاثين بنت بنت شو أنت خربت عشرين أربعة بنت مخاض على خمسة وعشرين شايف الدكتور عفوا لأنه مو شغال كذا بعد جزء أنت لا قبل جزء فإذا كانت 46 فيها أنت ناقص أنت كاتب 46 لم تكتب 46 لا لا خليها 46 حقة واحد وستين جذع لا خلاص تمام واحد وستين جذع ايش الاخير ستة وسبعين بنت لبون واحد وسبعين حقتان حق الى مئة وعشرين فاذا صار مئة وعشرين ماذا نفعل مئة وعشرين نستأنف يعني نكتب الان فوق مئة وعشرين أنا مو شغال لا 120 حقتان وشاب واضح عليك أنت الآن تمام اكتبهم بقى أستاذ الآن 125 لا 120 125 120 حق 125 حقتان وشاب ايوه 130 حقتان وشابان ايوه مئة وخمسين الآن إيه حقتان مئة وخمسين كم ثلاث حقة لا لا مئة خمسة وعشرين مئة وخمسين انت في خلق طبعا خلق بطمئة هلأ انت خربطت مع هذا الشيء 125 حقتان وشاتان تمام و30 حقتان وشاتان تمام 35 حقتان وثلاث شيات تمام 45 حقتان واربع شيات 50 لا ثلاث حقات ما قلنا هذا الفرق بين الاستئناف الاول والاستئناف الثاني ما قلنا هذا الفرق بين الاستئناف الاول والاستئناف الثاني في الاستئناف الاول ما في عندنا بنت لبون لذلك قالوا تستأنف فيما بعد ال 150
واضح؟ هذا هو الفرق. هنا ما في عندنا بنت لبون، عندنا ثلاث عقاق الآن، 150 ثلاث عقاق، وليس ما عندنا بنت مخاض. أيوة 150 ثلاث عقاق. واضح الكلام أحبابنا؟ في من بعد الاستئناف، من بعد 150 يوجد عندنا بنت لبون، أما الاستئناف الذي بعد 120 لا يوجد عندنا بنت لبون مباشرة ثلاث عقاق. واضح؟ ما فهمت أنت؟ فهمت؟ نعم. لو عندي مثلا 125 شق، يعني يجب عليه حقتان وشات. أيوة حقتان. فهمت الآن؟ يعني يتابع كتاب أم لك؟ إذن هذا الآن ظهر الآن معنى الفرق بين الاستئنافين. الاستئناف الأول الذي هو من بعد 120 لا يوجد عندنا بنت لبون، ننتقل مباشرة من ثلاث من أربع شياه إلى ثلاث حقاق، إلى ثلاث حقاق. الله. لذلك قال الشيخنا: ثم تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف في الخمسين التي بعد المئة وخمسين. واضح؟ قلنا الفرق بينهما أن في الأولى يوجد بعد المئة وعشرين، نرجع هكذا حتى يكون عندنا في المئة وخمسة، في المئة وخمسة وأربعين عندنا ماذا؟ بنت مخاض، بنت مخاض، بنت لبنت لبون وبنت مخاض، بنت لبون، بنت لبون. أما هنا في بعد 150 لا يوجد عندنا بنت لبون، مباشرة ننتقل إلى الحقة. واضح؟ على كل مولا ترجع البيت تكتب الأرقام هذه بين يديك، وأنت تقارن بين الاستئنافين، بين الاستئناف بعد 120 وبين الاستئناف بعد 150، تكتب الموجود في الكتاب تجد الفرق بينهما، أن في الأولى في لا يوجد عندنا بنت لبون وفي الثانية يوجد. الله. تفضل. لو عندي مثلا 500 و 1000. 500؟ نعم. أو 1000 مثلا. نعم. كم يجب عليه؟ أنت تحسب هذا، تجري حساب بعد 200 50 وهكذا، كل 50 تضع حساب جديد وتوزع على اخوانك ما شئت. اذا كان عندك 500. قال: ولا تجزئ ذكور الابل الا بالقيمه كما ذكرنا في بدايه الدرس، الا بالقيمه للاناث. ايوه، إلا بالقيمة الكائنة للإناث. يعني كما قلت أنا عندي الآن يجب علي أن أخرج بنت لبون، وما عندي بنت لبون، ماذا أفعل؟ قال: تقدر ما هي القيمة الحاصلة لبنت اللبون ثم تخرجها. بخلاف البقر والغنم فإن المالك مخير كما يأتي، يعني مخير بين أن يخرج الذكر أو الأنثى لعدم المفاضلة بين الذكورة والأنوثة في البقر والغنم. لو كان عليه مثلا أن أخرج ثلاثة حقاق، وكان علي كان عندي مثلا حقتان. نعم، كذلك تقدم يجوز أن مع بعض يعني بالقيمة والله. مجوز تخرج حقتين وتقدر قيمة الثالثة ثم بعد ذلك تخرج القيمة، حقتين وقيمة الثالثة. قال: والبخت جمع البختي، وهو المتولد بين العربي والعجمي، تهجين يعني، عبارة عن تهجين، توارد بين ناقة عربية وناقة غير عربية، صار تهجين فخرج جين جديد. قال: منسوب إلى بخت نصر، وهو أول من فعل هذا التهجين، بخت نصر. من عجيب ما قرأت في ترجمة بخت نصر هذا،
أنه كان رجلا أجرب منتن قبيح المنظر والشكل مليء بالقذارة موجود في قارعة الطرقات ترمى عليه القمامة مليء بالأمراض والعاهات والآفات. وكان في بني إسرائيل في فلسطين في القدس كاهن أو حبر من أحبار اليهود قرأ في الكتب القديمة أن خراب بيت المقدس يكون على يد رجل من بابل اسمه بوخذنصر. وقرأ الأحداث فعلم أن أوانه قد حان فذهب إلى بابل وبدأ يبحث عن بوخذنصر وبحث عنه فوجده مرمي في قاعة بين القمامة والقدر والمنتن. نظر إليه فعرفه بوصفه وأحبار اليهود كان عندهم هذه الفرازة يعرفون المسطورة في كتبهم ويقارنهم مع الواقع فيعرفون هذه الأمور كما هو الحال عندنا علماء ربانيين كذلك في بلادنا من المسلمين. قال فرآه فقال له أنا سأقرأ عليك الآن من التوراة وتعافى ولكن بشرط. قال ما هو الشرط؟ قال إن وصلت على رأس جيشك ما عنده جيش ما عنده طعام يأكل على رأس جيشك إلى بيت المقدس لتهدمه فوق رؤوس اليهود لا تقربني بسوء وأريد أن أخذ منك الآن كتاب أمان. فضحك عليه وقال سأعطيك مو كتاب 10 كتب وكتب له كتاب أمان وقعه له وقرأ عليه فعافاه الله عز وجل. وكان ماهرا بالزراعة مختنصر فاحتاج ملك البلاد في ذلك الأوان أن يخرج بجيش وهذا الجيش يحتاج إلى ربما إلى سنة أو سنتين. فاقترح عليه بعض القادة أن يخرج معه خبراء زراعة كي يزرع ويأكل الجيش ربما ما يرجع الجيش لسنة أو سنتين. وكان قد عرف في المنطقة بوخذنصر بخبرته بالزراعة فساقوه إلى الملك وهنا بدأت رحلته في الملك. وذكروا قصة طويلة هكذا إلى أن وصل وصار قائد الجيش ووصل إلى الملك وذهب إلى القدس وخربها وأراه ذلك الكاهن العهد الأمان الذي أعطاه إياه. فإياك أن تحتقر إنسان لأنه ضعيف أو ذليل أو إلى آخره. لا تعرف الأقدار ما خبأك لك لا تعرف أبدا. لذلك أحبابنا مما علمنا إياه علماؤنا وهذا في مذهبنا مذهب أهل السنة والجماعة عندما ترى إنسان مرتكبا للذنوب والآثام غريق بالمعاصي إياك أن تلعنه إياك أن تقول هذا من أهل النار. إياك أنت ما تعرف الخاتمة لمن لك أو لا. وقد حدثنا وقرأ جاء في الأحاديث عن بني إسرائيل أن أخوين عابدين أحدهما كان يسكن في الطابق العلوي والآخر كان في الطابق السفلي. الذي في الطابق العلوي كان عابدا وفي الطابق السفلي كان سكيرا خميرا ويزني ويفعل الموبقات. فكلما صعد أخوه هذا الذي العابد الزاهد يقول له يا أخي اتق الله أما أنا لك أن تعود إلى الله عز وجل وتتوب إلى الله تبارك وتعالى. يقول إليك عني دعني مع ربي ما لك ولك أنت. وطالت السنين ففي يوم من الأيام شعر هذا العابد بالملل. قال لماذا لا أنزل أنا وأصبر مع أخي لساعة أو ساعتين صار لي أعبد الله 30-40 عاما ساعة لا بأس منها يعني ساعة مع النساء مع الخمر مع الخمر والسكر إلى آخره. فأراد أن ينزل ونزل. في نفس الوقت بالذات ذاك أخوه قال أخي صار له 50 عاما في العبادة والطاعة وأنا 50 عاما في مع النساء والشرب الخمور إلى آخره فلماذا لا أتوب إلى الله لماذا لا أصعد إلى أخي أجلس معه ساعة ك
كي أذوق المتعة التي هو يحدثني عنها لعله صادق. قال فالتقيا على الدرج وماتا. التقيا على الدرج وماتا. ممكن هذا؟ نعم، حدثنا الصادق المصدوق بذلك. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كيف هذا؟ حدثنا في حديث آخر، انتبه، سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا، كشف لنا الأمور كلها. أحبال، هذا كلام ليس مضيعة للوقت، فيه وعظ لي ولكم أحبالي. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفهم هذا الحديث فهما صحيحا، قال في حديث آخر عند مسلم، كلاهما عند مسلم، يقول وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. انتبه، هو فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل الجنة، ولكن في الواقع هو من أهل النار. لما؟ لأنه كان منافقا كما ذكرنا أظن في دروس سابقة، كان غير مخلص، كان يعمل ليقال عامل، كان يصلي ليقال مصلي، كان يزكي ليقال مزكي، كان يأمر بالمعروف يقول يا آمر، كان يعلم يقال عالم، إلى آخره. أعماله هذه لا شيء فيها لله، كلها كانت للدنيا، فهو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أما في حقيقة الواقع هو لا يعمل لله، لا يعمل. فلذلك سبق عليه الكتاب ففضحه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخائق في الدنيا، والفضيحة أكبر يوم القيامة. فلذلك أحبابي، حرر النية قبل العمل، حرر النية قبل أن تعمل. أنت لما تعمل؟ إن كنت لله فأنت في مأمل إن شاء الله، أما إن كان لغير الله فتوب إلى الله. سارع بالتوبة قبل أن ينقلب. اللهم سلم سلم يا رب العالمين، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك يا رب قبل أن ينقلب الأمر علينا، نسأل الله السلام. إذن هذا الذي ساقنا إلى هذا الكلام من؟ مختنص هذا الذي خرب الدنيا، يعني في ذكره، يعني إن شاء الله كان لنا موعظة بإذن الله تعالى، كان لنا موعظة. والله يا أحبابنا، مرة المرات حدثنا أحد الشيوخ عندنا في الشام، معلش لفيها عظة إن شاء الله، عندنا في الشام كان في الماضي قبل 70 أو 80 سنة، وأظن حتى في بلادكم المئذنة هي منطقة مرتفعة، وكانت الدور والبيوت منخفضة الجدران، فكان أعلى شيء هو المئذنة، وكان يصعد المؤذن على فوق أعلى قمة في المئذنة كي يصل صوته إلى البيوتات كلها. لذلك قال العلماء يجب أن يكون المؤذن صالحا تقيا يغض الطرف عن عورات الناس. فكان المؤذن منطقة عندنا في الشام، وهذه القصة يحكيها أحد كبار علماء الشام عندنا، شيخ حسن حبنك الميداني رحمه الله تعالى، الذي هو أستاذ العلماء، تخرج على يديه كبار العلماء كالدكتور سعيد، الدكتور مصطفى البغا، الدكتور مصطفى الخن، كلهم تخرجوا على يديه. فكان جالسا في ذلك المجلس، فكان المؤذن مريضا، أو بالأحرى هو في سكرات الموت، في سكرات الموت. فذهب الشيخ لزيارته مع طلابه ومجموعة من الناس، فلما كانوا جالسين قال هذا المريض المؤذن، قال أعطوني القرآن. فاستبشر الناس خيرا، فلما أعطوه القرآن رماه وقال أشهدكم بأني كافر به. ثم قال والله ما صعدت المئذنة مرة من أجل أن أؤذن، وإنما كنت أصعد كي أطلع إلى عورات النساء. وبدأ يذكر الكلام الذي كان يضمره في قلبه لسنوات عديدة. سبق عليه الكتاب، سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل أهل النار، رمى القرآن وقال كافر به ومات على ذلك. فحذار أحبابنا أن نضمر في قلوبنا شيئا خلاف ما نظهر، ومطهر بواطننا يا رب. في ذلك عظة، هذا مختنص الذي قادنا إلى هذه الأشياء يا رب. السعيد من اتعظ بغيره، والتعيس
من كان عظة لغيره. يا رب. قال والبخت والعراب بكسر العين بالكسر جمع عربي. أيوة. عندنا عربي وعندنا عرب. عربي جمع عراب، وهي جمع خاص بالبهائم. واضح؟ العراب جمع عربي، وعربي كلمة خاصة بإيش؟ بالبهائم. أما جمع العربي الذي هو إنسان جمعها عرب، لذلك قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العرب لأني عربي، ما قال أحب العراب. واضح؟ العراب جمع عربي من البهائم، أما عرب جمع عربي من الإنس. قال والبخت والعراب بالكسر جمع عربي، وهذا ينبغي أن نوضحها هذه. لما قال العراب جمع عربي كي لا تظن أن تجمع العربية الإنسي على عراب، وهذا لا يصح، لا يصح ذلك. قال سواء، والبخت والعراب سواء في النصاب والوجوب، في النصاب وفي الوجوب. يعني إذا كان عند من عندك خمس من البخت يجب عليك شاة، وكذلك عندك 25 من البخت يجب عليك بنت مخاض. قال والبخت والعراب سواء في النصاب والوجوب لأن الاسم اسم الإبل يتناولهما. باب زكاة البقر. كأن الآن أذن العصر، أذن العصر، نقف عند زكاة البقر. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا وعافنا واعف عنا الأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.